السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة جاي نتكلم على حاجة واحدة مش ثلاث حاجات. جايين نتكلم على المواطن المصري. المواطن المصري مأساته، مفيش حد بيحسن من المواطن المصري من غير أنا. تصور يا جماعة، تصور يا جماعة، عدى سيدنا رمضان والحمد لله صمنا وربنا يتقبل منا ومن جميع المسلمين. عدى العيد الصغير، عدى العيد الأضحى الحمد لله، بس اللي جاي أصعب. تصور يا جماعة اللي جاي أصعب. يا رب يا رب يا رب ارحم مواطن مصر يا رب. تصور اللي جاي، قلت لكم اللي جاي يا رب شيء بيخوف. الأسعار بتخوف يا جماعة، الأسعار بتخوف. جاي دخول المدرسة في ملابس، في كتب، في حاجات وحاجات وحاجات. تصور هيقول المواطن المصري يا نهار اسود يا نهار اسود يا سود يا نهار. تصور يا جماعة، احنا عندنا الأسعار رخيصة في المغرب. مفيش كاين. ليه بتتكلمني بالطريقة دي؟ قلت لك مفيش. في مفيش. تطوان. قلت لك فين؟ في تطوان؟ هي فين تطوان؟ شمال المغرب. في شمال المغرب؟ حقيقك النهارده هكون معاك النهارده، وانا ما بخافش وما بتهددش يا جماعه. مرحبا بك، اجي لتيناجاز تشوف عينك. بريميرو اونو شارع محمد الخامس. اسمه ايه بريميرو؟ اه. النهارده جايلك في السكه. اجي. وبقول لكم ايه يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومش هرجع لكم تاني. وانا ما مش مطلع لك شيء. ناقصة 75 درهم هنا. 75؟ اه. بقات كريك يا الواد، واحد ما يكملنا شيء خلاص والله العظيم. اي تحمقني شنو قلت له؟ اش تعطيني الكريدي هنايا؟ الكريدي ممنوع انا الكريدي، ما كانش عند التركي ولا بالكريدي. اسمح لي يا الواد، صافي. بلا اش تعطيني الكريدي الله يهديك. صافي يا الواد، اسمح لنا الله يرحم والدك. صافي ما تسال. تجيب لي واحد طاطية هانا مقطعة. يلا صافي صافي انا نجيبها لك. لاتي. لا الله. مرحبا شكشكشكشكش مرحبا الله طاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا جيت لك من النهاردة يا من مصر عندك والله العظيم، والله واشتقت لك وقلت حجيلك. يعني حجيلك مرحبا. ازيك يا حاج؟ مرحبا. انا جيت لك ولا انا راجل ولا مش راجل؟ لا جد والله العظيم وحشني، والحاجات عندكم حلوة هنا بريميرو اونو يعني. أه. والله حاجات واسعار منخفضة جدا، 75 درهم فقط لحاجة واحدة. اه ولا حاجتين يعني. مرحبا بك والله. شكرا يا حاج. والله العظيم وانا جيت لك النهارده والله، وفي حاجات حلوه كتير اهي، منبهر جدا عشان جيت لك النهارده. مرحبا بك والله العظيم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ زيد تفضل يا شريف. ها ايه ده يا حاج؟ هادي 75 درهم تجي قدك توكل الله. الأسعار منخفضة جدا يعني والله. أنت جمالك على الناس مش يعني، أنت أكيد من عالم تاني والله العظيم. أنا من عالم تالت. هيك صحيح. فينو ما أجي العيل؟ فينو ما ديك الحوايج ديال صغاري؟ ها هو الوالد. دخل مدرسي. دخل مدرستك هنا الوالد. ها شوف عندك أجد شوف وريده. ها شوف 75 درهم تبارك الله. ها دخل ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم، ده حاجات حلوه كتيره جدا. آه يعني مش دي شي حاجه ان شاء الله. انا هنا في الفندق بس اجي لك بكره ان شاء الله يا حاج. والله العظيم انا منبهر جدا بمعرفتك الجميله وكل حاجه والله. ابوسك يا حاج يا حاج ما شاء الله. والسلام عليكم ورجعنا لكم تاني. مش ديوانو. السلام عليكم. عليكم السلام. مبروك ما عملت يا الحاج. شكرا. شي مزيو. شكرا. وجاب شارع محمد الخامس. شكرا. عندي ما نسلك الحاج. شكرا. والله العظيم لا بريميرو ماشي غير القدام، ماشي هو كينجح. شكرا. فينا مزيان. كنشوفك فرحان الحاج. جد عندي طبطري عمرو خليل. اه؟ جد عندي عمرو خليل طبطري. عمرو خليل؟ اه. واه. حسسك الحاج. انا كنهضر معاك ملي تجي تقول لي تحش راه شف شي. اوخ شي مولاك انا كنجي عندي دفتر عمو خالد. هاني محسس ما تشري ولا ما تشريش؟
نشريو الحجاج كاين شي ريقالو. ها؟ كاين شي ريقالو. ريقالو كاينين الدخول المدرسي. انا ندخل المدرسة. كيفاش تدخل المدرسة؟ شني كاين شني كاين يقول. كاين المحفظة، كاين الحوايج الملابس، كاين باقاك إن شاء الله في الدخول المدرسة. ويداك شكرا الحاج على خطك. ماشي بريميرو فيو الحاج. مرضى عليك. دابا نجي عندك مع الدخلة في المدرسة نجي عندك، أنا نجي ندخل المدرسة.